أنا المهندس عادل عسيري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الآمنة سيف بي، شركة مهتمة بتطوير الحلول الابتكارية في مجال تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود. نسعى من خلال هذه الحلول الابتكارية إلى إعادة صياغة مهنة التخليص الجمركي المعتمدة على الإدخال اليدوي والمعالجة البشرية وتحويلها إلى عمليات مؤتمتة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. الحقيقة كان تركيزنا على تقديم حلول ابتكارية في مجال التجارة الإلكترونية عبر الحدود نظراً للنمو المتسارع لهذا السوق، حيث من المتوقع أن يصل حجم هذا السوق في عام 2023 في المملكة العربية السعودية إلى أكثر من 53 مليار ريال. نسعى في شركة المدفوعات الآمنة سيف بي إلى العمل جنباً إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة وعلى رأسهم الأخوة في الجمارك السعودية بهدف تحقيق أحد مستهدفات الرؤية 2030، حيث نسعى من خلال هذه الحلول الابتكارية إلى رفع كفاءة التحصيل للرسوم والضرائب الجمركية وكذلك الحد من عمليات التهرب الضريبي. والحقيقة أجدها فرصة للتقدم بالشكر لفريق حاضنة إنسبايرو من STC على ما قدموا وما بذلوا من جهود لنا وللشركات المحتضنة. الحقيقة تعد حاضنة إنسبايرو من أكثر الحاضنات نضوجاً، والدليل على ذلك أن بعض الشركات المتخرجة من الحاضنة حققت مبيعات مليارية وساهمت بشكل فاعل في اقتصادنا الوطني.